بعد متابعتهم باهتمام بالغ للخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، أكد سكان مدينة العيون أن الخطاب الملكي يمثل ورشاً جديداً للتنمية بالأقاليم الجنوبية، وصفوه كذلك بالواضح والتاريخي لأنه يشكل تقييماً دقيقاً لحصيلة أربعة عقود من التنمية في منطقتهم. المغرب اليوم يسير في اتجاهين اساسيين، اولا اللامركزيه وعدم التمركز، وثانيا نهضه اقتصاديه رائده تربط المغرب بافريقيا، وهذا شيء مهم جدا. والاساسي كذلك بان هناك رساله موجهه للعالم باسره بان المغرب حينما اختار الجهويه المتقدمه اختارها بهدف ارساء الديمقراطيه والسير قدما نحو الاختيار الاساسي والاستراتيجي، وهو مبدأ الحكم الذاتي الذي اقره المغرب والذي اعتبر المنتظم الدولي ذا مصداقية وذا جدية. وهذه الذكرى هي ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، هي ذكرتنا بالمجهودات الكبيرة اللي فات عند الحسن الثاني وذاك اللي كمل الحمد لله محمد السادس سيد الله ينصره. كالعيون تابع سكان مدينة السمارة بحماس الخطاب الملكي، وأجمعوا بأنه شكل خارطة طريق لاستكمال البناء المؤسساتي والتنموي والحقوقي لهذه الأقاليم. خطاب موجه إلى أو جزء موجه للساكنة المحلية سكان الأقاليم الجنوبية، وجزء آخر موجه للمغاربة عموما، ثم أعداء الوحدة الترابية والمنتظم الدولي. طبعا كل الدلالات كانت قوية جدا، بحيث كانت رسالة تطمين للساكن المحلية والمغاربة عموما بأن المجهودات المبذولة في الصحراء ستتواصل. طرق للقطيعة مع مرحلة الريع والدخول في مرحلة النضج والتطبيق الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية لتنمية المنطقة وخلق أوراس وخلق مشاريع لتوظيف الشباب وخلق عدة أوراس تنموية في الأقاليم الجنوبية، وهذا إلا كان يدل على مدى ترابط الملك بشعبه. كنا نتابعوا خطاب سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي طبق الجهوية المستعب مشاريع كبيرة أهمها الحمد لله عن الصحراء اللي تعود نقطة وصل من بين إفريقيا الحمد لله وشمال المملكة، وهذه من أهم المشاريع والمشاريع إن شاء الله اللي طبق أكبر من ذاك بتطبيق الجهوية المستعب. بهذه المناسبة جدد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية تجندهم الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم في إنجاح الأوراش الكبرى، خصوصا ورش الجهوية المتقدمة ومقترح الحكم الذاتي الذي حظي بإشادة وإجماع دوليين.